محافظ صلاح الدين يوجه لتصحيح أخطاء ومشاكل فنية تسببت بها جهات تنفيذية مشرفة على أعمال في شوارع بيجي، ويرفض القبول بهدر الوقت والمال العام بسبب المجاملات، ويفتتح مركز الدعم اللوجستي في القضاء. وأهالي صلاح الدين ينضمون إلى قوافل العراقيين بمواجهة ارتفاع الأسعار، وأزمة الوقود تراوح مكانها في تكريت. وتوجه برلماني لتعديل قانون العفو العام ورد الاعتبار لآلاف الأسر في المناطق المحررة من ضحايا الإرهاب والمخبر السري. والبيت السياسي الشيعي يقود وساطة مرشح التسوية لرئاسة الجمهورية لاحتواء مفاجآت تشكيل الحكومة المقبلة بأولويات التحالف الثلاثي.